باشمهندس طه، العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله هيكون فيها عدد كبير من السكان، خدمات زي الحي الحكومي، حي المال والاعمال، اكيد محتاجه كل الكلام ده، محتاج كهرباء مستمره بلا انقطاع. بنعمل ايه عشان نوفر هذه الخدمه مستمره وبكفاءه جيده ومع التوسعات المستقبليه كمان؟ احنا كعاصمه اداريه جديده، هنا بدايه ما اشتغلنا في العاصمه حاولنا بقدر الامكان ان احنا نحط الكونسبت ان احنا نبدا نشتغل على الاحمال الموجوده حاليا والاحمال الموجوده مستقبليا، وفي نفس الوقت نضمن تامين التغذيه الدائمه والمستمره بدون انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمه الاداريه الجديده، بالاضافه ان استخدام احدث التكنولوجيا الموجوده في العالم حاليا لتغطيه ما هو بيخدم توصيل الكهرباء في العاصمه الاداريه. احنا هنا كعاصمه اداريه جديده في ثلاث محطات رئيسيه، المحطه رقم 1، المحطه رقم 2، المحطه رقم 3. المحطه رقم 1 يتم تغذيتها عن طريق محطه عاصمه توليد، بالاضافه لمصدرين اخرين جايين من محطه ابو زعبل والسخنه، بحيث تضمن التيار المستمر داخل العاصمه الاداريه الجديده. محطه رقم 1 بتوصل بعد كده عن طريق محطه رقم 2 ورقم 3 عن طريق انفاق كابلات. انفاق كابلات دي الاولى منها في مصر والشرق الاوسط. الانفاق كابلات دي يتم توصيل محطه رقم 1 ومحطه رقم 2 و3 عن طريق كابلات جهد عالي وجهد فائق 220 كيلو فولت. الانفاق دي طولها 8 كيلو متر، بتخدم الحي الوزاري والحي الحكومي في العاصمه الاداريه الجديده. هو ليه لجأنا للحل ده يا باشمهندس؟ احنا كسمارت سيتي، العاصمه الاداريه هنا يعني بدايه فكرتها اصلا كانت عباره عن سمارت سيتي، قريه مدينه ذكيه، فبالتالي حاولنا بقدر الامكان ان احنا ناخد احدث التكنولوجيا الموجوده في العالم. الانفاق دي موجود منها حاليا في كل في اليابان وفي الصين. الانفاق دي عباره عن بتربط كابلات الانفاق الخاصه بالكابلات العاصمه الاداريه الجديده الجهد العالي، وكان هدفنا الرئيسي في الكابلات دي ان احنا نضمن ثلاث حاجات، ان احنا نبدا نعمل كنترول على الكابلات دي وسكيورتي كامان الكابلات والافراد اللي بتشغل الانفاق، وفي نفس الوقت نضمن التشغيل الامن للكابلات الموجوده. حافظنا قدر الامكان على درجه الحراره الموجوده في الانفاق تحت 40 درجه، بحيث نضمن على الحد الاقصى للاحمال جوه في الكابلات نضمن درجه الحراره ثابته من غير اي انقطاع للتيار الكهربي. وفي نفس الوقت استخدمنا الكتروميكانيكال سيستم، هنا اول مره تم تنفيذها في الجمهوريه بالكامل او في الشرق الاوسط بالكامل. يعني من الحاجات دي الموجوده ان احنا عملنا نظام كاميرات ومراقبه للانفاق بالكامل، عملنا نظام روبوت، الروبوت عباره عن كاميرا 360 درجه بتلف بمسار تراك بمسار النفق بالكامل الى، وعملنا برضو من ضمن الانظمه الموجوده برضو كامال للانفاق ان احنا عملنا اكسس كنترول، بيكنترول كل الكلام ده كله عن طريق سكادا سيستم مربوط جوه الاوبريشن بيلدنج الخاص في المحطه رقم 1. الاوبريشن بيلدنج ده يتم تشغيله عن طريق 24 ساعه في اليوم بطاقم اشرافي وهندسي على اعلى جوده من الكفاءه، بحيث نضمن تشغيل الامن للكابلات. الاطقم دي بتكنترول وبتمونيتور وبتريكورد اي ديفولت او اي مشكله بتحصل على الكابلات دي، بحيث تضمن عدم انقطاع التيار الكهربي في الأزمة. بتراقب وتتحكم وتتدخل وقت اللزوم. بالظبط كده، وفي نفس الوقت تضمن تشغيل الامن للافراد اللي هيعملوا صيانه للانفاق بعد كده. دي تكنولوجيا هايله، واتمنى بعد كده يكون لها اتاحات او تكون موجوده في مدن اخرى. عندنا 14 مدينه ذكيه، فأظن الحل ده يعني سهل انه يتكرر في اماكن اخرى. اكيد طبعا، اللي احنا عملناه في العاصمه الاداريه سهل جدا، دلوقتي عندنا اصبح عندنا التكنولوجيا او الطاقم الاشرافي المصري الهندسي القادر ذو كفاءه عاليه انه هيعمل اي انفاق كبات موجوده بعد كده في الجمهوريه بالكامل. يعني جميع الانظمه الموجوده هنا تم تنفيذها عن طريق مصريين بالكامل، كفاءه مصريه، شركات مصريه بالكامل، سواء شركات استشاريه او شركات تنفيذ اعمال. والكهرباء نفسها مصريه، لو عندنا فائض كبير من الكهرباء يتيح لحضرتك انك تنقلها مجرد من الشبكه الام، من الشبكه القوميه للكهرباء، لاي مكان اخر بالطرق حضرتك تفضلت بيها. الشبكه الموجوده حاليا بيتم تغطيه الاحمال الموجوده حاليا والاحمال المستقبليه، يمكن اكثر من 25 30 سنه قدام. الاحمال الموجوده حاليا بتغطي الاحمال الموجوده اكثر من 30 سنه قدام دلوقتي. طب يا باشمهندس، برضه العاصمه الاداريه الجديده محتاجه ضخ مياه شرب، ضخ مياه صرف صحي او سحب مياه صرف صحي، فبالتالي ده برضه ماكينات محتاجه الى كهرباء. حضرتك برضه بتشتغل مع كل الاطراف دي علشان تمدهم بحاجتهم. احنا الحمد لله شغالين دلوقتي في موضوع محطات المياه ومعالجه المياه، فالحمد لله من ضمن الاحمال الموجوده عندنا في العاصمه ان احنا بنغطي ما هو خاص باحمال المياه بالكامل في العاصمه الاداريه الجديده.
فهو مش محتاج يعني مش محتاج يقول لك انا محتاج كهرباء، هي الكهرباء بتاعته واصله له. بالفعل هي معمول حسابها ومعمول حسابها حتى بالتوسعات المستقبليه بالكامل للعاصمه الاداريه الجديده. ايه التكنولوجيا المختلفه الجديده برضو اللي استخدمناها في العاصمه الاداريه لاتحات الكهرباء بشكل عام؟ يعني عشان اوصل ده الكهرباء من الكابل الرئيسي لبيتي مثلا او للعماره، في طرق معينه او طرق جديده حديثه او ذكيه تم استخدامها في الحاله دي؟ لحد ما نوصل المحطه رقم 2 ورقم 3 في العاصمه الاداريه الجديده والخروجات اللي تخرج منها لغايه ما توصل للمستخدم نفسه، كل ما هو خاص بنقل التكنولوجيا ونقل الكهرباء للمستخدم نفسه طبعا عن طريق حلول ذكيه او مره يتم تحديثها او حدوثها في مصر لغايه ما توصل الى العدادات وسمارت ميترز الموجوده في المستخدمين، كلها انظمه ذكيه وعدادات ذكيه للمستخدم اول مره. يعني مش هيحصل زي المدن القديمه ان انا اضطر اكسر في الارض واضطر اكسر في مش عارف فين عشان ادخل كهرباء. حاليا البنيه التحتيه في العاصمه الاداريه معموله بالكامل من زيرو بالتوسعات الموجوده كان بعد كده، يعني كل البنيه التحتيه موجوده عن طريق انفاق، عن طريق سليبات موجوده تحت الارض، كل الشبكات اللي هي النتورك الخاصه بالاحمال الحاليه والمستقبليه موجوده بالثمن، بالتالي مش محتاج ان بعد 20 سنه افكر ان اقطع طريق او اسافر الطريق من جديد او اعمل حفر من جديد يعني.